فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأما الذين كفروا فيقولون ماذا ذلكم خير لكم عند باريكم فتاب عليكم قال لعلكم تهتدون. وإذ قيل لكم نتأسف ونتحسر على الشهيد قيس صالح أسد الجزائر، أسد الجزائر يشهد عليه التاريخ، نكتب اسمه بأحرف من ذهب، لن ننساك يا قائد. قيس صالح مات الله يرحمه، وكاين 40 مليون قايد صالح، ما كاينش قايد صالح واحد، خلى رجال موراه، ما حنا نقولوا لك موتوا حنا غادي نكملوها، كما قال لك بالروح بالدم. حمبونا الله يرحمه والله يرحمه، ما عندي ما نقول، الله يرحمه. Thank you.